السلام عليكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا بعد ما تعرفنا على عدة تصاميم للجافا للي اوت، تعرفنا على الفلو لي اوت، تعرفنا على الجريد لي اوت، تعرفنا على البودر لي اوت. طيب أريد أنا لو ما بديش أختار أي تصميم من التصاميم هاي، وأنا بدي أحط العناصر حسب مزاجي، أنا بدي أعمل التصميم والبرنامج حسب مزاجي. أنت جافا خذ التصاميم تبعتك اشربهم بالهم واشرب ميتهم، تمام؟ انا بدي اعمل تصميم، انا بدي احدد وين كل عنصر مكانه. طيب لو بدكش تختار تصميم بدك تحط قيمة نل، يعني انا بديش يعني بعت له قيمة فارغة، انا بديش اختار اي تصميم. طيب طب كيف انت بدك تحط العناصر كل عنصر في موقع معين؟ طبعا في عندك في الجافا بتوفر لك اللي هي دالة اسمها set bounds. set bounds هاي بتحدد لك مكان العنصر بدك تحدد له اياه. انت حتعطيه ال x حتعطيه ال y، تمام؟ ال x وال y هدول اللي هي عندك الموقع تبع ايش، تبع العنصر الكومبوننت هاي. طيب احنا كيف بدنا نجيب هذه الدالة؟ طبعا كل كلاس ان شاء الله كان بوتون، يكون ليبل، يكون ليست، يكون جي تيبل، اي كومبوننت موجود في السوينج. طيب هنعمل B1 دوت اللي هي عندك set bounds. الست bounds هي بتاخد عندك اربع باراميتر بترجع y، في عندك بتاخد x بتاخد ال y. الموقع ال x اللي هو اللي بتكون عندك اللي هي في الفريم، مثلا عندك نيجي هنا على الرسام اللي هو مثلا هاي مثلا نفرض انه هذا الفريم، تمام؟ هو هذا الفريم صفحة ايش؟ الرسام. طيب هذا اللي بيمثل لك ال x، تمام؟ هذا هو ايش ال x، اللي هو هذا الاكس، هذا هو ايش الاكس، وهذا هو ايش، وهذا الواي، تمام؟ هذا ايش، هذا الاكس، وهذا ايش الواي، تمام؟ طيب لقيت انا كيف بدي احدد الاكس والواي. لقيت انا لو جبت set bounds قول له هنا set bounds. طيب هاي الاكس والواي. طيب هنا الاكس اللي هي مثلا عندك هنا، مثلا عندك اي فريم اي حاجه في الدنيا بتبدا من زاويه 0 و0، تمام؟ اللي عندك هنا، تمام؟ اللي عندك هذه الزاويه 0 و0. طيب مثلا انا بدي احط عنصر في الموقع الاكس تبعه 100، الموقع تبعه 100 اللي هو هان، بدي احطه في الواي 100، يعني هيجي عندك هنا الموقع، تمام؟ اللي هو العنصر كومبوننت، نفرض انه هذا الكومبوننت. طيب بدي احط كومبوننت ثاني في الموقع في الاكس اللي هو 500، وبدي احطه في الواي 200 اللي هو هيجي عندك هنا، تمام؟ طيب هذا بالنسبه لاول اثنين باراميتر انت حتحدد لهم الاكس وحتحدد لهم الواي. طيب نيجي عندك هنا في البرنامج، بس انا بدي اقول له حط لي هذا العنصر في الاكس 200 وفي الواي مثلا قول لي في الواي اللي هي ايش 500، او بلاش 500، في الواي اللي هي 250، تمام؟ طيب طب بالنسبة لهذه ولهاي اللي هي هذه الويدث وهذه الهاي، تمام؟ هذه خاصة في الكومبوننت نفسه اللي هي انت كيف بدك تحط عرض الكومبوننت وطوله. مثلا عندك هاي العنصر هذا اللي هو اسمه مثلا بوتون، تمام؟ مثلا عندك هي مثلا انا حضفت هنا البوتون في النقطة هاي، تمام؟ حددت العنصر تبعه اللي هو مثلا عندك هو اسمه هذا ايش؟ اسمه مثلا عندك بوتون، تمام؟ اللي عندك ايش؟ البوتون، هو هذا بوتون، تمام؟ عندك كده تحدد اللي هي الويد تبعه، لو عندك هاي الويد وهاي الهايد اللي هي الطول. طيب انا بدي اخلي الويد تبع هذا مثلا 200، وانت بتحدد اللي هو هنا، مثلا بدي اخلي الطول تبعه 20، تمام؟ انت هنا حددت الاكس والواي للعنصر، وانت حددت كمان الباراميتر الثالث هو الويد، والباراميتر الرابع اللي هو ايش الواي، تمام؟ اللي انت بتحدد الست باوندز اربع باراميتر. طيب اول شيء حتحدد الاكس حتحدد الواي، الاكس هنا حتحدد الواي، هنا حتحدد الويدث اللي هي 200 والطول هي ايش 20. طيب نيجي هنا نحط اللي هي 200، نيجي هنا نحط اللي هي ايش 20، تمام؟ طيب قلت لو انت هذا مش حاططها مثلا نفرض انه لغيناها، تمام؟ نيجي نعمل ران، طبعا كبل البرنامج، طبعا العنصر الكومبوننت هذا مش موجود. طيب كيف بدك تضيفه؟ انت لازم تحط اللي هي الست باونز، الست باونز ضروري انك تحطها لو كان عندك فيش اي تصميم.
نيجي نعمل هنا تكبير. طبعا شايفين هيو هي عندك الكومبوننت، وين اجى عندك في الويدث اللي هي في الاكس 200، في الاكس 200 اللي عندك هي الاكس 200 هنا، وجاب لك هنا في الواي 250. طيب نيجي الباراميتر التالي اللي هو حدد لك الويدث، الويدث تبع مين؟ تبع الكومبوننت اللي هو قال لك 200 والطول تبعه 20. طيب اجيت انا لو بدي اضيف مثلا عنصر تاني مثلا نسميه بوتون 2، هنا بوتون 2 عندك هنا بوتون 2 سميه مثلا عندك هنا 2 تمام، وهنا نخليه مثلا عندك هنا نعمل اد عندك اد 2. طيب اجيت لو نيجي هنا طبعا زي ما انتم شايفين هو 200 200 250 250 نفس الحجم نفس ال 6 باوندز. طيب ايش حيصير؟ اجيت حتصير ال 2 فوق ال 1، نيجي نعمل ران ونشوف. هاي شايفين عندك ال 1 اجت من تحتيها، تحتيها ال 2. ليش؟ لانه عندك هنا اول شيء انت ضفت البوتون 1 اجت تحتيها مين؟ البوتون 2. طيب كيف انا بدي اغير مثلا نخليه مثلا مش تحت بعض؟ مثلا انا بدي اغير اللي هي مثلا بدي اغير الموقع تاع مين؟ ال 2 1 او ال 2 حسب انت ايش بدك تغير. مثلا بدي اغير تاع بوتون ال 2، بدي اغير مثلا عندك الموقع تبعه مثلا تخلي لي اياه في 400 ونفس الويد نفس الـ نفس الـ نفس الواي، خلي لي اياه نفس الطول نفس العرض ونفس الطول. طيب نيجي هنا نعمل ران، نيجي هنا نشوف شايفين هنا هاي ال 1 وهي ال 2 تمام. طيب ممكن كمان تعمل مثلا تخلي لي اياه مثلا مش 400 مثلا تخلي لي اياه هنا 500. طبعا هو هذا الشغل يعني حيكون يعني متعب الك لو انك انت بتشتغل مثلا في مشروع كبير. طبعا انت مش هتستخدم هي لو انت بتشتغل في مشروع مش هتستخدم الست باونس. طبعا الشيء يعني انت بتعمل انت واجهه يعني بتقعد تعمل فيها مثلا ايام عشان تخلصها، لكن في عندك في الجافا بتوفر لك فريم كامل تعمل دراج دروبس يعني مثلا بتجيب لك هنا العناصر انت بس بتسحب وتحدد مكانهم. طبعا هذا حنشرح لكم اياه مثلا بعد هي الجي يو اي، بعد ما تاخد تتعلم الكود تفهم لكل ايش هي دوال البوتون، ايش هي مثلا ايش هي الكلاسات الكومبوننت المطلوبه او اللي هي المتوفره في الباكج سوينج، ايش هي الميثود لكل كومبوننت لكل عنصر. طبعا بعد كده حنخش على اللي هي كيف ان احنا نعمل تصميم، تصمم طبعا حسب اللي هي ايش اللي جي فريم. طبعا نشوفكم الدرس القادم وكده. اي سؤال اي استفسار اترك تعليق اسفل الفيديو والسلام عليكم.